طبعا الآن احنا صندوق التقاعد ايضا بمناسبة العيد، عيد العمال، ايضا اطلق هذه ان شاء الله تكون بشرى بالاسابيع القليلة القادمة. احنا بمناقشات قانون التقاعد وضمان العمال التعديل الاول. حقيقة هذا القانون شرع في عام 1971، والتعديل الاول لهذا القانون سيكون في هذا العام في عام 2023، يعني بعد 52 سنة من تشريع القانون. تعديلات ادخلنا امتيازات كبيرة على هذا القانون تشجع العاملين في القطاع الخاص، حتى بعض الذين يتسابقون على العمل في القطاع العام تشجعهم إلى الانخراط في القطاع الخاص. من ضمن هذه الامتيازات الدولة ستساهم في دفع توقيفات تقاعدية إضافية لما يدفعه العامل ورب العمل، حتى يتساوى التوقيفات التقاعدية ما بين صندوق تقاعد العمال وما بين التقاعد الوطني. الآن الموظف كم يدفع من راتبه للتقاعد الوطني؟ توقيفات تقاعدية تدوى شون الراتب التقاعدي؟ توقيفات تستقطع من الراتب، يدفع الآن 25%، 10% من الراتب تستقطع و 15% تدفعها الدولة إلى صندوق التقاعد. سيكون تعديل هذا القانون واحدة من الفقرات والامتيازات التي ستضاف فيه، سترتفع التوقيفات التقاعدية إلى 25%. من أين ستأتي هذه الزيادة؟ الدولة هي التي تدفع، الحكومة ستدفع 8% التي تضاف إلى التوقيفات التقاعدية، ويكون التوقيفات التقاعدية مساوية للموظف العامل في القطاع العام. وكثير من الامتيازات، لديه امتيازات تتعلق بقطع الأراضي، لديه امتيازات تتعلق ب، طبعا لا يستطيع أي رب عمل أن ينهي عقد أو التعاقد مع العامل المضمون إلا بموافقة الوزير حصريا. يعني الآن أنت تعمل في قناة الرشيد، إذا قناة الرشيد مسجلتك مضمون في وزارة العمل، وبكرة قناة الرشيد تنهي عقدك بدون موافقتك، تمام، لا يمكن لها تنهي عقدك إلا بموافقة الوزير، وإذا سوتها فتأخذهم للمحكمة، والمحكمة تجبر رب العمل على إعادة هذا العمل. فهناك كثير من الامتيازات غير المعروفة في صندوق الضمان. إحنا عملنا مع الأخوة والأخوات في لجنة العمل والمنظمات المجتمع المدني في مجلس النواب على تعديل هذا القانون، ودعمنا السيد رئيس الوزراء دعم مباشر، وعقد اجتماع معنا ومع لجنة العمل كذلك، وكان مقرر أن يتم التصويت على القانون الحقيقة مع يوم عيد العمال، لكن بسبب الموازنة وانشغال مجلس النواب بالموازنة تأخر، لكن إن شاء الله خلال الأسبوعين الثلاثة القادمة سيقر هذا القانون.